عندما يختلط الفقر بالمرض فإن الحياة تصبح جد قاسية وتتفاقم المعاناة. ففي هذا البيت المتواضع جداً تعيش أسرة في انتظار الرحمة من أبناء شعبهم، الأب في طريقه إلى العمى بحكم المرض الذي زاد عليه الكبر، والأم استؤصل ثدييها جراء سرطان الثدي وما زال المرض ينخر جسمها. عندي 25 سنة وأنا نعاني في المرض، أربعة قلت لك عملت أربعة، واحدة على ضبوتي، واحدة على السدر، واحدة على حشاك على قريش، واحدة على حزين، فهمتني؟ ها تو معاد في الحال مش كشو لي، هني نرقل بكلي، هني نترعد بكلي. وليدي أنا مريض والكبر والفقر، فهمت؟ ولقيت باش وناهشني حتى عنداتي ما قعدوش نجيب باش نقعد، ما نلقاش مع عنداتي نقعد، نلقاه قاعد غريب وبراني. المرض وكبر ونتعب وربي يسهل لينا فيها إن شاء الله، هي الدايم ربي هكا والحمد لله. وزاد الفقر هو الخايب، الفقر مذلة، الفقر مذلة. أما البنت فحرمت من دراستها وحرمت من الزواج وضاع مستقبلها بحكم المرض الذي انتشر في صفوف كل العائلة. فبعد 7 عمليات أجرتها فإن المرض أبى أن يتركها. من صغري الكبري من عمري 16 سنة بطلت قرايتي، المداد يقروا وتخرجوا لي معايا، هنا بطلت قرايتي خاطر كل سبب المرض. بقيت نعاني في السبيطارات، تو عندي قرابة 18 سنة نمشي ونجي على السبيطار، نمشي تو حابست ما عنديش باش نمشي، تو عندي مدة 6 شهور قلت لك 7 شهور عندي موعد فوتو. عائلة أصبحت تخشى الموت يوما بعد يوم، في المقابل فإن الظروف المادية القاسية منعتهم من حقهم في العلاج. أما حالة البيت الذي يجمع هذه الأسرة فحدث ولا حرج، فهو لا يحميهم من برد الشتاء ولا من حرارة الصيف، كما أنه مثل أحد أبرز أسباب معاناتهم ومرضهم باعتبار أن جدرانه قد تسقط في أي لحظة. ونطلب من الدولة تعاوننا في أقرب وقت، ما لقيناش باش نركبوا، ما لقيناش باش نديروا، ما لقيناش هيك تشوف، لا بيطرح لا ما عدنا حتى شيء، خرب طايحين علينا، فصل اللي يكثر المطر كيما البر كيما الداخل، هاك تشوف الريح واش ما هذا ضال يهب في قلب الخرب الطايح. الحمد لله. هي حالة من بين مئات العائلات التي ما زالت رياح الثورة لم تصلهم بعد. الفقر والمرض يجرهم يوما بعد يوم إلى طريق مظلم، في انتظار قلوب رحيمة قد تنقذ ما يجب إنقاذه.